والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. الكل ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في كوجينتي وعرسات جديدة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مليار خير. كما قاعدين تراو جيتكم اليوم بروسيت رمضانية اللي هي سلطة المشوية. لقيت عندي شوية طماطم وشوية فلفل، دونك قلت علاش لا نعملوا بهم سلطة مزيانة على الطريقة التونسية البنينة. دونك كما قاعدين تشوفوا لهنا أخذت الكمية من الفلفل والطماطم المتواجدين عندي في الدار وحطيتهم يتشويو على البلاك الإلكتريك متاعي. اللي عنده بلاك الإلكتريك ينجم يشويهم هكيك معناتها بنفس الفاسون، واللي ما عندوش ما فما حتى مشكلة خاطر تجمو تشويهم في الفور تجيكم ياسر بنينة زادة، وإلا علاش لا تشويهم في الكانون المزيان متاعنا معناتها توا تشوفوا البنة اللي باش تجيكم بقدرة ربي. دونك كيما قاعدين تشوفوا لهنا بعد ما شويت الفلفل متاعي حطيته في الساشي أليمونتير هذايا، غطيت عليه سكرت عليه مليح 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 وباش تخليه يرتاح ويبرد في عقل عقله. أون أوتر تون خليت لهنا الطماطم متاعي كيف كيف حطيتها تتشوي، نقلبوها دو تون زون تون معناتها باش نتاكدوا انها تجيب لنا مشيرات الكل. وبنفس الفاسون اللي عملنا به الفلفل بعد ما تجيب لنا مشيرات الكل كيف كيف نحطوها في ساشي اليمونتير نسكروا عليها بالباهي ونخليوها تبرد في عقل عقلها باش من بعد تسهل علينا في عمليه تقشيرهم. دونك كما قاعدين تشوفوا معناتها الطماطم نتاعي سي طابت، حطيتها كما قلت لكم في ساشي لاليمونتير هي والفلفل، نستنيهم يعني لين يبردونا الاثنين ومن بعد نبداو مع بعضنا ان شاء الله في عمليه التقشير. حطيت لهنا اون اونتر تون ثلاثه سنون ثوم باش نشويهم زاده كيف كيف باش نحطهم من بعد معناتها نرحيهم مع الفلفل والطماطم، نستنيوهم شويه ذوما ما يشدوش برشا وقت، نقلبوهم هكاك مشيرتين باش نتاكدوا انهم يطيبوا لنا مليح مليح مليح، ومن بعد نزيدوهم مع الفلفل والطماطم نتاعنا في الميكسور. وكما تعرفوا لازم الفلفل نتاعنا قبل ما نحطوه في الميكسور ننظفوه مليح مليح ونحيوا له الزريعه نتاعو. دونك كما قاعدين تشوفوا لهنا حطيت سنون الثوم نتاعي وهاني قاعدة نزيد في الفلفل. نفس الحكايه فيما يخص الطماطم، نقشروها مليح 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 ومن بعد نزيدوها مع بقية المكونات متاعنا. بالنسبة للي عندها ميكسور نقولكم اللي الفيتيس متاعها يلبم يتحطوا في ثلاثة، يعني الفيتيس المتوسطة، على خاطر إذا كان باش تحطوا فيتيس قوية ياسر تولي يعني تترحاك الخضرة هذيك الكل يعني الطماطم والفلفل والثوم يترحاو لين تولي معناتها تجيكم ياسر ميسر تجيكم ماء وتولي ما عادش الحقيقة يعني بنينة معناتها ما عادش سلطة مشوية البنينة اللي نعرفوها نحنا. دونك حطوها في الفيتيس موين اللي هي ثلاثة باش هكاكا تحافظ على القوام متاعها وتجيكم قدرة ربي سلطة بنينة وهيلة. دونك توا بعد ما خلطت يعني بالميكسور هاو القوام السلطة المشوية متاعي كيف جاني. دونك توا ما بقى لي كان باش نحطها في صحن التقديم ونبدا نزين فيها معاكم ان شاء الله. دونك هوني كما قاعدين تشوفوا بعد ما فرغت السلطة متاعي في صحن التقديم باش نبدا نستوي فيها بشوي بشوية، نزيد لها ساعة قبل الملح خاطر انا واحدة من الناس الملح ديما نزيدو من بعد معناتها ما نحطوش من الاول بالكل. كما قاعدين تشوفوا يعني رشيت عليها ملح، نعطيها تحريكة صغيرة نعاود نستويها مرة أخرى ونبدا نزينها بشوية بشوية. وكل واحد عاد الزينة متاع السلطة مشوية ترجع ليكم انتوما خاطر كل واحد وكيفية يعني كيفاش يزينها، كل واحد كيفاش يحب يتفنن. دونك هاكم باش تشوفوا انا كيفاش زينت السلطة متاعي. دونك فوالا لهنا بعد ما عودت يعني استويتها بالمغرفة بالكدا بالكدا خذيت عندي شوية تون، حطيت شوية تون. انا ديما التون متاعي كل من معناتها نعمل سلطة مشوية التون ديما نحطه في الوسط يعني في وسط الصحن بالطريقة هذه.
وكل واحد كيما قلت لكم كل واحد حر يعني يعمل يزين كيما يحب هو. فوالا دونك كيما قاعدين تشوفوا حطيت التون نتاعي في الوسط باش ناخذ هوني زيت زيتونه. دونك حطيت عليها ديجا شويه زيت زيتونه ما صورتش لمحاله، اما حطيت يعني شويه زيت زيتونه هاكم تشوفوا فيه مع التون. خذيت كعبات زيتون باش جوست نزينهم، حطيتهم هكاك فوق التون نتاعي، وكعبات اخرين باش نحطهم زينه يعني على الحراف نتاع الصحن نتاعنا كيما قاعدين تشوفوا. اربع كعبات زيتون وكثلاثه هذوكم في الوسط مع التون. حاسيل كل واحد كيما قلت لكم كل واحد حر في الزينه اللي يحب يعملها. كعبات كبار هكاك رشيتهم مع تبخبي ان بو مع تبختو هكاك تحطوهم معناتها بطريقه عشوائيه كيما يقولوا. ومن بعد شنو باش نعمل؟ باش ناخذ كعيبات يعني خذيت عظمه كعبتين عظم صمتهم قسمتهم على اثنين، وكيف كيف حطيتهم كل معناتها كل شطر في الحرف نتاع الصحن نتاعنا تفاصون هاكم تشوفوا يعطينا كمام منظر مزيان ويحللنا الشهيه. وتوا كوم توش فينال شنو باش نعمل؟ عندي كعيبات يعني فرفر فلفل صغيرين خضر هكيكا حطيتهم زينة. فوالا هاكم تشوفوا كل واحد حسيلو يجي رمضان ويبدا يتفنن حسيلو. المهم الواحد كيف يطيب لازمو ديما يعمل جو، سينو هكيكا معناتها باش تركبوا ستريس عليكم، يولي كيكا ما عادش فن معناتها نتاع الطبخ، يولي ستريس وعصاب، وتولي حتى من الماكله تولي ما عادش تجينا كيما ماذا بينا تجي. دونك كيما قاعدين تشوفوا هذا هو الوجه النهائي للسلطه المشويه نتاعنا. ما شاء الله ما شاء الله. سينو يا جماعه اذا كانكم مازلتوا ماكمش مشتركين عندي وتحبوا وتشتركوا انزلوا على زر ابوني مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسيوش باش تخليوا لي تعليقاتكم المزيانه مع لي لايك، وتبارتاجيو الفيديو هذه مع الاهل والاصحاب والاحباب. وكان تحبوا تعملوا عليا طله زاده عندي كونت انستغرام باش نخليه لكم تحت صندوق الوصف. ومرحبا بكم الناس الكل، وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله شيء طيبه و على بروشين غسيت.